وانا عارف رئتين تاع المدخن راهي في سواد، راني نقول كلمه قاسيه نوعا ما، بصح باش ان شاء الله ربنا يرمي عاد باش الناس المدخنين على الاقل يتوقفوا يعملوها فوق ان شاء الله. هذه وحده. ودكتور توماس ليفي وهو دكتور امريكي كارديولوجي في احد المحاضرات قال لي انه لي ماكروفاج الفيولير وهما في كما يقولوا الفرونت لاين في الدفاع ضد الفيروس يحتوي على 100 لي ماكروفاج وهي خلايا البلعمة يحتوي على 100 مره فيتامين سي على اي خليه في الجسم 100 مره. فالناس اللي تتغذى حاليا خضروات وفواكه اللي فيها فيتامين سي راهي تعاون لتقاوم الفيروس اذا قدر الله خلى الجسم، وتغذي هذه الخلايا باش تعطي لهم هذا مهم. بروفيسور انت الان الحمد لله راك هنا في الجزائر في المديه، وعلى بالك واش راه موجود في الاسواق الجزائريه من خضر وفواكه حاليا. نتمنى ان شاء الله فقط مصالح الرقابه ما تخليش الامور تروح وترقبها واسعارها وفي وفرتها ايضا. حاليا ما هو متوفر للمواطن الجزائري من خضر وفواكه تنصح بها بروفيسور حتى تقوى المناعه في مواجهه الكورونا والفيروسات الاخرى خصوصا الكورونا حاليا بروفيسور؟ معدنوس، كل الخضروات فيهم نصيب من فيتامين سي، وخصوصا اللي تنتكل كوم سالاد يعني سون باسي بار لا كويسون، لي زورونج تشينا والبرتقال اذا كان الليمون ولو شويه راه نادر. فكل المواد يدخلوا في الانترنت يحوسوا المواد اللي موجوده فيها فيتامين سي راح تتعاون باش تقوي الجسم. واذا اضطر الانسان يقدر يقتني علب تاع فيتامين سي كالكو كويير كالكو غرام دو فيتامين سي باغ جور باش يقوي المناعه ويعاون. والفيتامين سي ما تمشيش وحدها، طبعا يقدر يزيد شويه مانيزيوم دو لا فيتامين دي كاع هاد لي زيليمون، مي هاد لي زيليمون ما يكون عندهم معنى الا في حالتين، جسم سليم وجسم ما راهش داخل في الهستيريا. لخاطر رانا شفنا ناس راهم قلقين بزاف اما لخاطر ما قدروش يخرجوا ولا ماشي موالفين يقعدوا في بيوتهم ولا خصته قهوه برا ولا هذه الامور. هذا الجسم هذا راهي لو ستريس نيجاتيف ياثر على المناعه. ايه والمناعه لما تكون متاثره راح تولي ما عندهاش مقومات الدفاع على الجسم. خصوصا انه نعرفوا انه لا علاج موجود الا الحمد لله ما تبنته الدوله وهي مشكوره كلوروكين، ولكن حاليا احنا ان شاء الله ما نوصلوش الى هذا الشيء. الانسان اللي عنده مناعه وهو ما عندوش امراض مزمنه خلفيه قادر يعالج نفسه ويقوم المناعه تاعه. السؤال هو ندائي للاولياء، ما لازمش الاطفال يشوفوا الخوف في عينين الوالدين. الطفل ما عندوش مقاومة المناعة وما عندوش مقاومة التفكير كما أنا جد كما إنسان كبير، فما لازمش نبينوا لولادنا أنه خلاص لا قدر الله والأطفال راهي. لكن للأسف بروفيسور الأطفال راهم عايشين معانا خصوصا يعني والله عايشين معانا وعايشين معانا الخوف. أنا شخصيا شفت أطفال يقول لي إن شاء الله تموت الكورونا باش نعاودوا نخرجوا برا، والله هكذا. صدق يعني صدق يعني ولكن لازم نعطيولها على اساس انه راهو في عطله ممدده، فما لازمش نشوفوا في عينينا، وخصوصا الامهات الحوامل والرضع. يفو با كيلي ان افي نيجاتيف، لخاطر الجنين يل برو ان كو، وخصوصا الحليب والوالدين تاعنا يعرفوا حليب الغيب. سولي يفا دوفينير بريسك موفي لما تديه يديه الصبي، ومن بعد لا قدر الله ربما على 10 سنوات 12 سنه راح يبانوا لي انعكاسات. فهذه الامور هذه من القلق لازم الانسان، احنا رانا في شهر شعبان، يقرا القران يحفظ طالع يعني يحاول يجوز وقته باش ما يبانش عليه اثار الحجر ولا اثار على ابنائه. نعم لخاطر devant un virus pareil.
qu'on ait un esprit sain et un corps sain et un système immunitaire fonctionnel. نعم ربما هذا الشيء كنا لو كنا على بالنا بلي راح يجي هذا الفيروس الكثير راح يستعد له ربما بهذه التعليمات لكن الان ربما بروفيسور حديث عن البروتوكول العلاجي كلوروكين اعتمدته الجزائر